صوتك اعلى. ويل لمن طوبى طوبى لمن ما شاء الله. ويل لمن فانتبهوا يا اسلاموا هذا النص أغاتي. إسلامونا جل الذي سواه في فطرة أرواح لبيناه. فيه رسول الله صدقناه في حب أهل البيت عاهدناه. والحق في زهرائه والحق في زهرائه أوصاه في آية القربى يقول الله. قل لا أسألكم من أجري في أهل البيت سوى الشكر. قل لا أسألكم من أجري في أهل البيت والشكر. أسماؤهم أوحاها. ويل ويل لمن فانتبهوا فانتبهوا يا أهل فاطمة. فاطمة فاطمة الزهراء. طوبى لمن طوبى لمن ويل ويل لمن مأجور مأجور حبيبي. طوبى لمن فانتبهوا يا أهل أي أروي لكم ما قال في الأعيان. يروي سليم قال عن سلمان علوا عنت زهراء والأشجان. مفجوعة في سيد الأكوان رغم الأسى تخشى من الحدوان. إذ روعت من معشار طغياني هاهم حضروا أقسى مشهد لما ظلموا بنت محمد. هاهم حضروا أقسى مشهد لما
ما ظلموا بنت محمد تبكي دما عيناها ويل لمن عاها. فانتبهوا فانتبهوا يا أهل فاطمة فاطمة الزهراء ستحضر. فانتبهوا فانتبهوا يا أهل المحشر طوبى لمن ويل لمن ما شاء الله. شباب شباب طوبى طوبى لمن الشاعر الشيخ عبد الستار الكاظمي عند ابتلاء الدوحة الإنسية كانت تمد الكون روحانية نفس تسامت بالرضا كالمصطفى في ذاته القدسية في الحشر في أنوارها العرشية يأتي نداء الحضرة القدسية بين الجن وبين الإنس آيتنا تطلع كالشمس بين الجن وبين الإنس آيتنا تطلع كالشمس إشراقها جلا. فانتبهوا فانتبهوا يا أهل فاطمة فاطمة الزهراء ستحضر. طوبى لمن ويل ويل فانتبهوا يا جل الإله الخالق الجبار للحكم فهو الواحد القهار يدعو فلتخشع الأبصار ولتخضع الأحكام والأقدار. هذا نداء الحق والإنذار. هذا نداء الحق والإنذار وليسمع الأبرار والفجار. غضوا أبصاركم غضوا للحق أشرقت الأرض
أبصاركم غضب للحق أشرقت الأرض معروفة سيماها ويل ويل ما شاء الله ما شاء الله فانتبهوا يا أهل فاطمة فاطمة الزهراء